ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية هي أكثر العوامل الجوية يلي بتأثر على الجهاز التنفسي وخصوصاً لدى مرضى الربو. لهيك رح نقدم لكم بعض النصائح لتجنب تحفيز نوبات الربو أو اشتداد بعض الأعراض خلال الأيام الحارة عبر اتباع النصائح التالية. أولاً، احرص دائماً على حمل أدوية وبخاخات الربو أينما ذهبت، وخصوصاً البخاخات المخصصة لاستخدامها عند الحاجة مثل تلك التي تحتوي على الألبيوتيرول والسالبيوتامول. أيضاً تجنب ترك أدوية الربو في الأماكن الحارة والمغلقة مثل السيارة، واحرص على الالتزام بقواعد التخزين المدرجة على العلبة لضمان صلاحية وفعالية الدواء. قم بأخذ أدوية مضادة للحساسية في حال إصابتك بحساسية الطلع، وذلك بعد الاستفسار من الطبيب أو الصيدلاني. تجنب الخروج والقيام بنشاطات مرهقة خلال الساعات التي تشتد فيها درجات الحرارة وأشعة الشمس، والتي عادة ما تظهر خلال فترة الظهر إلى العصر. احرص على شرب كميات وفيرة من المياه لتجنب الإصابة بالجفاف. توقف عن التدخين فوراً لتجنب مفاقمة أعراض الربو. يمكنك الاستفسار من الصيدلاني حول أفضل الوسائل للإقلاع عن التدخين مثل لصاقات النيكوتين وعلكة النيكوتين والأدوية. وأخيراً، اطلب من أحد أفراد المنزل القيام بمسح الغبار عوضاً عنك، أو ارتدي قناعاً واقياً في حال اضطرارك لذلك.